يعني هون. فحكينا المرة الماضية إنه أغلب كيسات الفارنجيتس فيرال إنفكشن، البكتيريا الإنفكشن، يعني هاي عكس إنه الأوتيتس ميديا. الأوتيتس ميديا أغلبها كان إيش بكتيريا. فارنجيتس هو التهاب الحلق أغلبه فيرال، بس البكتيريا قليل نسبتها. بس مشكلتها إذا هاي النوع الخاص من البكتيريا إذا صارت وعملت لنا فارنجيتس وتونسيلايتس، هاي بتكون كتير سيء الإنفكشن تبعها، فلازم أميزها عن غيرها. هلا في بكتيريا إنفكشن غير عن هاي، غير عن سيبتوكوكس بايجنز. يعني هاي سيبتوكوكس بايجنز بدي أميزها عن باقي البكتيريا، وبدي أميزها عن الفيرال إنفكشن. فقلنا الأغلب الأنواع الموست كومن هو فيروس، وأغلب الفيروس هي راينو فيروس. ممكن يكون في كورونا فيروس، أدينو، إنفلونزا فيروس، برا إنفلونزا فيروس، بس لاحظوا النسبة الأعم الأكبر كانت لمين؟ للراينو فيروس. البكتيريا الأغلب الأنواع هي هاي ستريبتوكوكس بايجنز. في أنواع أخرى بس هاي هي اللي بتهمنا، سميها جي اي بي اتش اتش اس، جي اي بي اتش اس اللي هي جروب اي بيتا هيمولايتك ستريبتوكوكس بايجنز أو بكتيريا. وانتيبيوتيك should be used only in cases of streptococcal pharyngitis. يعني اذا اكتشفنا، هلا حنشوف كيف حنتاكد انه هاي البكتيريا هي ولا لا، اذا بالاخير بعد كل التحريات اكتشفنا انه هاي هي البكتيريا الموجوده، لازم اعطي مضاد حيوي لها. otherwise بدها تكون viral infection، وبالتالي ما بنعطي انتيبيوتيك لانه viral. مين الناس الريسك اللي يصير عندهم هدول البكتيريا الستريبتوكوكال فارنجيتس اللي هي البكتيريا المتخوف؟ الايج من 5 ل 15 ار مور سسبتبل. التشيلدرن اقل من 3 سنين ريرلي انه يصير عندهم هاي البكتيريا، سبحان الله. برغم انه الاميونيتي تبعتهم قليله، بس برضه بنفس الوقت هاي البكتيريا ما بتصيب الصغار كثير. الصغار تحت 3 سنين قليل لألاقي ستريبتوكوكال فارنجيتس اللي هي هاي البكتيريا السيئة. اكثر ناس معرضين هو العمر من 5 ل 15. واجهت الدراسات الناس بين عمر 5، انا بلشت هون عملت وجد دراسات الناس من عمر 5 ل 15، عمر 5 ل 15 هم اكثر ناس معرضين يصير عندهم ستريبتوكوكال فارنجيتس. اقل من 3 سنين ما بصيرش عندهم، rarely انه يصير عندهم. تاني ناس معرضين الـ parents of school age children، تخيلوا يعني الـ child بالمدرسة بنعدي بعدي اهله، فالاهل الكبار من بعض بيكون جايين من الفيروس من الطفل الصغير. اهل الاطفال اللي بالسكول هم احنا بنحكي 5 ل 15، هذا ايش؟ هذا school age صح؟ 5 ل 15 هذا عمر المدرسة، يكونوا في المدارس بهذا العمر. يعني هو 5 بري قبل الأول، بعدين من 6 سنين ويطلع هذا age school. فالبيرنتس اوف age school أو school age sorry هم برضو معرضين. آخر ناس معرضين أكتر هم البيبول who work with children، يعني مين؟ المسات في المدارس، إذا بعمر 5 بيكون بالروضة مثلاً، تمام. اي ناس بيتعاملوا مع الشيلدرن بهذا العمر وهذا الشايلد بيكون انفكتد، بيروح بعدي المس اللي بتتعامل معه، بعدي اهله، بعدي اخوانه. فاهمين علي؟ طيب infection is most commonly in late winter and early spring. طبعا بتحسوا دايما ايش فصل الشتاء هو فصل الالتهابات، عشان هيك يعني خصوصا الناس اللي عندهم عائلة كبيرة، اللي عندهم صغار كتير، اللي عندهم low socioeconomic status بنقلهم الشتاء، لأنه عن جد الشتاء مشاكله كتيرة. incubation period يومين لخمس أيام، وإحنا صرنا ما شاء الله مع الكورونا فيروس صرنا عارفين شو يعني incubation period. إيش يعني incubation period؟ ما بيكون فيها symptoms، مش ضروري نقول حرارة، ما في symptoms. والمايكروورجانيزم اللي هو بكتيريا او فيرال بيكون موجود بالجسم، بس ما وصل لمرحله يعمل الانفكشن الرسمي، بس هو موجود. طيب هل فتره الحضانه هاي معديه ولا مش معديه؟ معديه
معدية معدية مش بدرجة الانفكشن الرسمي بس برضو معدية. يعني لو قارنت انه بني ادم هيلثي بعدين بني ادم لقط الفيروس مثلا من اخوه صار بفترة حضانة بعدين بده يومين الى خمس ايام بصير انفكشن رسمي. يعني انا اذا تعرضت لواحد انفكتد وعنده مثلا الفرنجايتس باخذ منه الفيروس، انا بدخل بمرحله الحضانه تبعت الفيروس من يومين لخمس ايام او البكتيريا مش مشكله مايكرو اورجانيزم، بعدين تظهر الانفكشن علي رسمي. فالواحد بمر لما انا بكون بالانفكشن الرسمي بكون معدي بطريقه كتير كبيره بكون معدي، بس هذا لا يعني انه بفتره الحضانه انا مش معدي. انا معدي بفتره الحضانه بس بنسبه اقل من لو كنت انا عندي الانفكشن الرسمي ومبين علي. تمام؟ من هون جاي كمان التوعية انه حتى لو انت بفترة حضانة لازم تبعد عن الناس لانه انت بايش برضو بفترة معدية بس مش زي الانفكشن الرسمي. لو قارنت شخص بفترة الحضانة مع شخص بفترة الانفكشن الرسمي، اللي بالانفكشن الرسمي معدي اكتر لانه كمية الفيروس بجسمه اكبر، اللي بفترة الحضانة هو معدي ولكن بكمية اقل لان الفيروس بجسمه لساته ايش كميته قليلة وعم بيكبر كميته. فالإنكوبيشن بيريد هي من يومين لخمس أيام. لو قارناها بالكورونا فيروس قديش الإنكوبيشن بيريد بالكورونا فيروس؟ شو يا جماعة شو آخر إحصاءات بتحكي؟ 14 يوم معروف. هلا صار عم بيحكي 27 وفي ناس بتحكي 28 يوم. ليه؟ لأنه في يعني بيقول لك في ناس أجوا من إسبانيا ومن هذا ب 15/3 تمام؟ وحطوهم بالحجر 14 يوم وهلأ طلعوها مع بيوتهم. بعد ما طلعوا على بيوتهم صار عندهم انفكشن. ولو كان بس 14 يوم المفروض انت بانتهاء الحجر الصحي بالفنادق المفروض انه خلاص خلص الفيروس اذا هم عملوا تست لهم وكان سلبي. ليش لما رجعوا على البيت صار عندهم اعراض؟ هذا دليل انه ممكن حضانة الفيروس اكبر من 14 يوم. هو اغلب الكسات 14 بس ممكن تمد لشهر. طيب السبريدنج هلا هاي مثلا كيف بصير السبريدنج؟ عن طريق الدايركت كونتاكت وذ دروبلتس اوف ذا سلايفا اند نيزل سيكريشن. ها دروبلتس يعني زي الكورونا برضو فيروس دروبلتس. يعني الواحد اذا عطس بوجهك واجت هذا الدروبلتس تبعت العطسه او النيزل سيكريشن بصير في عندنا ترانسميشن بس مش في الهواء. اوكي هلا الترانسميشن از وورس ان انستتيوشن يعني كل مكان الواحد كراودد يعني جامعات او حضانات او كذا بيكون وضع كراودد بيكون الانتقال اكبر بالمدارس بالعائلات واحد بعد اخوانه خصوصا اذا كانوا كتار. هاي areas of crowding بيكون السبريدنج اخطر. تمام نيجي هلا لايش ايش كيف بدنا نفرق بين بكتيريال انفكشن فيرال انفكشن. احنا لهلا شو حكينا؟ حكينا اغلب الفارنجايتس ايش فيرال، نسبه قليله بكتيريال بس مشكله البكتيريا اذا صارت على الستريبتوكوكال بايوجين هاي خطيره فلازم اميزهم. لو انا الستريبتوكوكس بايوجين مش خطيره خلص بحكي ما هو اغلبه فيرال ما بعالج. حتى لو اجت نسبه خفيفه بكتيريال بتكون مش خطيره وما برعيها اهتمام. بس انا هون لان البكتيريا خطيره لازم اميز بين البكتيريا والفيرال عشان اذا طلعت بكتيريا اعالج بانتي بايوتيك. شوفوا مبدئيا على السيمبتومز كيف شكل الفم عندكم هون شو رايكم؟ هلا البكتيريا على الشمال في واضح انه في نقاط بيضاء وفيها سويلينج وبص بالمنطقات اللوزتين وممكن يوصل عليها كمان البكتيريا الفيرال بس بيكون حمار يعني باللوزتين وتضخم اخف من تضخم البكتيريا انفكشن. ممتاز. يعني اذا قارنا المنطقه هاي اللي هي لوزتين بالهاي اللها اللي بنسميها اوفيولا بنلاقي بالبكتيريا على الاغلب هدول متضخمين هاي فيها سويلينج بس او سولوينج بس مش بدرجه البكتيريا. ثاني نقطه اذا بدنا نقارن بيكون في وايتش سبوت يعني حتى انتوا كلكم شفتوها على الواقع اذا فحصنا لوزتين بنلاقيها كبار وفي عليها ايش نقاط بص بيضة ممكن توصل برضه لها في عليها بص. الفيرال لا بس بيكون في ريد سولوينج بس ما عليها الوايتش سبوتس. طيب هاي
تمييزين بين الفيرال والبكتيريال. طيب نيجي على الايش؟ اللسان. لاحظ اللسان كمان بيكون مغطى جراي فري تانج، يعني كل لسانه ابيض. هون اوكي في بياض على الجوانب بس مش بدرجة البكتيريا. يعني اذا بدنا نفتح تمه بالبكتيريا بنلاقي ابيض لسانه ابيض، بنلاقي اللوزتين متنفخات وعليهم سبوتس ابيض. تمام؟ هاي صورة حقيقية. شوفوا كيف حتى مرات بيكون مش بس ابيض، هذه السبوتس اصفر. شوفوا هون لوين واصل الصفر، حتى هاي هون الاوبيولا. تمام؟ هاي مثلا صورة لا ستريبتوكوكس بايوجين انفكشن. شوفوا لسانه قديش ابيض، مفروش فرش ابيض لسانه. فبنرجع بنحكي هون انه اغلب الناس اللي بيصير عندهم احرام صغار من 5 ل 15 سنة. اي ناس يعني دايركت كونتاكت مع هذا الايش؟ المعلمين، المسات، المدارس، الاهالي، الاخوان لهذا العمر وهدول العمر صار عندهم انفكشن، بنقولوا اللي بيتعاملوا معهم دايركت. تمام؟ فبنيجي هلا ساين اند سيمبتومز اوف ستريبتوكوكال فارنجايتس. Sudden onset of sore throat with severe pain of on swallowing. احنا كمان كم واحد من الموجودين صار عنده هذا البكتيريا انفكشن؟ انا كثير صار عندي مثلا. مين من الموجودين كان يعاني من هذا الانفكشن او لهلا ممكن بيعاني؟ لما بيجي بيبلع اي شيء بيصير very very pain very painful انه تبلع اي شيء. تمام؟ وهذا البلع اكثر شيء بيكون سيفير اول ما يصحى بالنوم، لأنه بيكون لسه الحلق مثلا مش مستخدم كتير، بيكون نايم، بيكون بده فترة عبين ما يروح البين. تمام؟ فيفر، بصير عندنا فيفر بالبكتيريا وبرضه بالفيرال فيفر. يعني في سيمتومز بضلها موجودة بالفيرال، بس فينا نشوف كيف بدنا نميز بين الفيرال والبكتيريا. لهلا الشكل حكينا بالشكل. هيدك، ممكن اللي عند الكبار يصير عندهم هيدك، يصير عندهم ابدومينال بين، نوزا اند فوميتنج خصوصا بالصغار. ممكن يصير عندهم بسبب هذا الانفكشن يصير عنده نوزا اند فوميتنج. فارنجال اند تونسيلر، تونسيلر يعني الريديما وذ بوسيبل باتشي اكسوديت. باتشي يعني هاي الوايت اكسوديت او الوايت سبوتس، هاي بنسميها الباتشي. تندر انلارج انتيريور سيرفيكال لمف نود، يعني حتى اللمف نود من برا. مش في ناس كمان من برا بتقول لك هات احس لوزك من برا، بتحسيهم نافخين. هاي المنطقة كلها من برا، يعني مش بس من الحلق، من برا. وأنا مسكرته من نزل هيك على الرقبة بتلاقي اللوزتين نافخات وحتى كل المنطقة نافخة. سميها تندر enlarged area. Swollen and red ovula، يعني هاي اللها برضو بتكون swollen and red. Soft palate peachy. شو هو البلايت؟ هذا الحلق من سقف الحلق، هذا شايفين المنطقة هاي تكون soft وبتكون حتى لما بيبلع بيكون حال المنطقة هاي بتوجع. راش، ممكن يكون راش على اللسان. طيب لهلا هاي ايش اللي عم نحكيها يا جماعة؟ شايفين هاي كل حال أنا عم نحكيها sign and symptoms of bacterial infection. General absence، عدم وجود التالي بالبكتيريا اللي بيأكد انه هو viral infection. شوف اذا هو viral ايش هو؟ conjunctivitis. ايش يعني conjunctivitis؟ التهاب اللثة؟ لا لثة. conjunctivitis no. العين يس، ملتحمة العين. العين. فبقول لك مثلا ممكن انه الفيرال انفكشن مثلا اح بعدين حك عينه، فبنلاقي انه انتقل للعين. فهذا دليل انه فيرال فيرال. يعني هاي شايفين general absence of the following، هدول الثلاث أربع نقاط بيأكد لي إنه أنا ما عندي بكتيريا. إذا وجود هدول كل اللي حكيناهم وعدم وجود التالي بيأكد إنه عندي بكتيريا. لو هذا كله مش موجود والباقيين اللي هلا حنحكيهم موجود إذا عندي viral. هلا بنلخص مرة تانية. إذا conjunctivitis، إذا عينه ملتهبة ولونها أحمر هذا دليل إنه عندي viral. يعني إذا حلقه بوجعه وعينه ملتهبة اعرف إنه هذا viral. hoarseness، صوته صار فيه خشن. كف، الكف ماشي أكثر مع فيرال. راينوريا، راني نوز إنه مرشح. تمام؟ ألسريشن، إذا فتحتم ولقيته فيه ألسرز
تمه من جوا، في ألسر حوالين الأسنان، دياريا، هذا كله معناه viral infection. مرة تانية، إذا عندي بكتيريا معناه بلاقي الشكل اللي شرحناه بالصورة swollen بال في عنا swallowing pain on swallowing، يعني لما باكل بصير عندي pain، sore throat أحمر و very severe pain، headache abdominal pain، nausea and vomiting بالصغار، يعني مثلا صغار عندهم nausea and vomiting بس ما عندهم دياريا. إذا دياريا على الأغلب viral، nausea and vomiting bacterial، تمام؟ منطقة حمراء ومع باتشي، إذا فتحنا حلق لقينا في باتش سبوتس، الأوفيولا حمراء ومنتفخة، لسان عبارة عن عليه راش أبيض، تمام؟ هذا كله بأكد بكتيريا. كيف أتأكد إنه فيروس مش بكتيريا؟ بلاقي كونجنكتيفيتس، العين حمراء وملتهبة، هورسنس، كف، راني نوز أو راينوريا، ألسر جوا لسان، ودياريا. يعني أنا بالكيس أو بالامتحان لقيتوا هدول السيمتومز، اعرفوا إنه هو فيرال. لقيتوا السيمتومز أنا كاتبتها فوق بالضبط وأجيبها زي ما هي مكتوبة فوق، اعرفوا إنه بكتيريا. هذا إيش؟ تفريق عن طريق signs and symptoms. دكتورة ال symptoms هدول ما بيجوا مع بعض صح؟ لا لا، التوان الفيرال توان البكتيريا. لا ليش يجوا مع بعض؟ نو في عدم بسأل، يعني هلا لو قلت أنا بدي أرجع أكتب بكتيريا، شو في أشياء مميزة للبكتيريا؟ يلا نقلوني إشي لقط في مخكم. فيبر برضو الفيروس ممكن يكون فيبر، خلينا إشي يكون مميز. pain on ايش swallowing. طيب patchy and whitish او نقول white spots وين موجود على التونسيلايتس. بنلاقي الاوفيولا برضو swollen، نلاقي كمان هاي خلينا نقول نلاقي rash on tongue كمان، بنلاقي تندر انلارج لارج اريا. مين كان يحكي احكوا راش حكيناها هيدك ابدومينال بين نوزي اند فوميتنج. طيب لو كان بكتيريال سوري فايرال، هاي نكتب فايرال بلاقي فيه التالي. ما هو ليش جاي سوري ليش جاي الكونجكتيفايتس وهدول يا جماعه؟ لانه الفيرال بينتقل، يعني مثلا اح وحك عينه بروح بنتقل الفيرال لعينه، فبسميه بعمل لي كونجكتيفايتس. تمام، الفيرال من حلقه نزل للجي اي عمل لي دياريا، انتقل من حلقه على التم كله عمل لي السر. الفيروس بيتحرك تمام، عمل لي ألسر. ايش كمان؟ الفيرال تحرك للنوز عمل لي رشح، فبيعمل لي راينوريا او راني نوز. هلا حكينا كف، دراي كف كمان بتكون دراي كف، هورسنس. يس شايفين، اذا لقيت هو هاي كل هالاشياء بالكيس هذا فيرال، لقيته كل هالاشياء بالكيس هذا بكتيريا. هذا ايش التفريق من اي نوع؟ sign and symptoms. تاني نوع الطريقة ولازم أعملها، ما بيكفي برضو الشكل الحلق، لازم أعمل throat swab and culture، هي الستاندرد جول أو gold standard for diagnosis. إذا أول طريقة للتشخيص إن أشوف الشكل إن sign and symptoms. تاني نقطة لازم، يعني أنت بتذكر بالأوتيتس ميديا شو حكينا عن الكلتشر؟ الكلتشر ضرورية بالدياجنوسيس ولا لا؟ بالأوتيتس ميديا لا لا مش ضروري، لأنه قلنا invasive procedure وبتطول. هون هاي ضرورية، لازم إيش بجيب نكاش الدينين أو هاي السواب تبعت تكون clean وبدخلها هون عند سقف الحلق، باخذ عينة وبوديها على الكلتشر. تمام،
شو في عندي diagnosis throat swab and culture، هذا الجولد ستاندرد، بيطلع خلال يومين لأربع يوم لأربع ليومين، بدهم يوم ليومين ليطلع النتيجة. تاني نقطة، نعمل rapid antigen detection test. هيا يا جماعة rapid antigen detection test، هاي هالسواب دخلتها لهون لكتون صاي، أخلت عينة. هل هي تعتبر invasive procedure؟ شو يعني invasive procedure أصلاً؟ شو يعني invasive؟ يعني بتوجع. بتوجع أو بتغلب أو بدها expert أو هيك، هاي معنى invasive. هاي إني أدخل سواب أخذ عينة من هون كل الناس تعملها، ولا يعتبر invasive. لو قارناها إني أدخل بالأوتيتس ميديا أدخل إبرة وأطول إفيوجن، هاي لا إنفيسيف، هاي مثلاً ليز يعني إيزي، ما بتغلب، تمام؟ فباخد عينة، تمام؟ هاي العينة اللي باخدها بعمل شغلتين فيها. أول شغلة بعمل رابيد أنتيجين ديتكشن تيست. شو هذا الرابيد أنتيجين ديتكشن تيست؟ له اختصار اسمه RADT. هذا يا جماعة باخد العينة وبدور على الانتيجن، مش البكتيريا، كل بكتيريا لها انتيجن. فهذا الانتيجن تبع الستريبتوكوكس ببين معي اذا بوزيتيف او نيجاتيف. هذا لانه فاست يعني سريع. هلا ايش احنا قلنا مشكله الكلتشر؟ الكلتشر بطيئة، فانا بدي اشي سريع يسلكني. فباخذ عينه، اول اشي بعمل تيست او اسي، نفس الشيء. هذا الحلو فيه انه سريع لانه بدور على الانتيجن تبع البكتيريا مش على البكتيريا، ما كل بكتيريا في على السيرفس تبعها انتيجن زي الانتينات. فاذا دور على الانتيجن تبع البكتيريا فبعطي بوزيتيف، اذا انا ما دام لقيت الانتيجن اذا انا لقيت البكتيريا فبيعطي بوزيتيف، فهو سريع. كونه سريع ممتاز، بيطلع خلال نص ساعه هذا التست. بس ايش مشكلته؟ less sensitivity. ايش يعني less sensitivity؟ sensitivity تبعه 70 ل 90%. ايش معنى لما تلاقوا تيست معناه السنسيتيفيتي تبعه 70%؟ شو معناه؟ شو التفسير؟ يعني دكتوره بتلاقي كميات كثير عن البكتيريا اللي يقدر يتحسس الجهاز. استاذ يا سوسن، لما نقول تيست سنسيتيفيتي تبعه 70% يعني مو سنسيتيف كثير، مش لما نقول 100%، يعني انا لازم يكون كميه البكتيريا عاليه حتى الانتيجين كميته عالية حتى التست يبين بوزيتيف. هذا معناه انه سنسيتيفيتي 70 ل 90%. طبعا عن كل ما قلت السنسيتيفيتي، لو نقول سنسيتيفيتي 30% معناه بدي كميات مهولة لحد يكون بوزيتيف. لو كان مثلا سنسيتيفيتي 99% معناه هذا لو في نتفة انتيجين بلقطها، هاي معناه سنسيتيفيتي، تمام؟ اذا رابيد انتيجين شو الادفانتج تبعه؟ انه سريع. شو الديس ادفانتج؟ انه لو سنسيتيفيتي. طب لو قارناه بالكلتشر، الكلتشر العكس، السنسيتيفيتي تبعتها عاليه جدا، يعني لو في نتفه بكتيريا بتطلع بوزيتيف، بس مشكلتها بتطول. طيب ما دام عندنا هدول التو تيست، اذا المنطق ابلش بمين انا؟ ببلش بالرابيد انتيجين ديتكشن تيست، باخذ عينه وبعمل الرابيد انتيجين ديتكشن تيست. طيب هو لانه فاست بيطلع، هاي شايفين شو كاتب لك؟ بيطلع results available within minutes، يعني خلال دقائق بتلاقي results طالعه. طيب خلينا نركز هلا، اذا عملت اخذت عينه وعملت هذا الراد تيست طلع بوزيتيف، هل معناه عندي بكتيريا؟ اذا طلع بالراد تيست بوزيتيف، هل معنى ذلك انا عندي بكتيريا؟ عندي بكتيريا 100%. عندي بكتيريا 100%، صح. هل في داعي اروح اعمل كلتشر؟ لا ما في داعي، خلص مش داعي، لانه الراد تيست حكى لي انه بوزيتيف. طيب السيناريو الثاني، اذا الراد تيست نيجاتيف، هل هذا معناه 100% ما عندي بكتيريا؟ لا ما عندي. اذا قال لي نيجاتيف يمكن تكون بكتيريا موجوده بس مش واصله للكونسنتريشن اللي بلقطها التيست، فساعتها لا لازم اعمل كلتشر. فاهمين علي؟ يعني مرة تانية لازم هلا نحكي ال ايش الدياجنوسيس. اول خطوة بالدياجنوسيس بعمل الراد تيست. اذا طلع الراد تيست بوزيتيف
No need for culture. ليش أروح أعمل culture وأستنى يومين لتطلع؟ ما في داعي. ما هي الرات تستلع بوزيتيف بدقايق بيعطيني بوزيتيف خلاص أكيد أنا عندي بكتيريا. بس إيش مشكلتي إذا طلع نيجاتيف؟ إذا طلع نيجاتيف لازم should make culture. لازم نعمل culture. طيب واضح يا جماعة؟ متى بعمل كلتشر؟ مش كل العينات بعمل كلتشر. ما دام عندي تست سريع بروح بعمل راد تست السريع هذا لانه فاس بدي استفيد منه خلال دقائق بطلع بشوف النتيجه. اذا طلع بوزيتيف خلاص ما في داعي اعمل كلتشر لانه بوزيتيف معناه 100% عندي بكتيريا ستريبتوكوكس. تمام. اذا طلع نيجاتيف لا في عندي احتمال يكون موجود بكتيريا بس لسه مش واصله انا في كونسنتريشن لحتى يلقطها الراد تست فلازم اعمل كلتشر. طيب الكلتشر عاد هاي اذا طلعت بوزيتيف الكلتشر بوزيتيف كلتشر ها انا متاكده انه عندي ستريبتوكوكس متاكده. اذا طلع نيجاتيف معناها انه عن جد هذا الراتس نيجاتيف يعني كان صحيح نيجاتيف يعني انه بكتيريا. إذا عملت كلتشر يعني كلتشر خلص 100% ده نتيجتها. بوزيتيف يعني في بكتيريا نيجاتيف ما في بكتيريا. هون النيجاتيف تبعت الراد تيست لا تحتمل أكثر من خيار ممكن عن جد ما في بكتيريا وممكن لا عندي بكتيريا بس ما في إناف كونسنتريشن إلها. في حدا لهسه فاهم إشي؟ إذا أنا كيف بدي أميز بكتيريا عن الفيرال بدي أشوف شكل الحلق لازم أفتح وأشوف. بناء على signs and symptoms فرقنا هاي بين signs and symptoms هذا التفريق بين البكتيريا والفيرال. هون بناء على diagnosis بعمل rat test لأنه سريع. إذا كان positive no need for culture لأنه أكيد عندي sure إنه عندي بكتيريا. negative لا لازم أعمل culture. بالكلتشر اذا بوزيتيف بكون شور ان عندي بكتيريا واذا نيجاتيف نو بكتيريا. ليش من البدايه ما اعمل كلتشر قبل الراد تيست ما دام هي كثير سبيسيفيك وسنسيتيف مشكلتها انها بتطول عشان هيك الراد تيست لانها بيطلع بدقائق بعمله. فشايفين كلتشر شود بي بيرفورمد اونلي اف سوري الكلتشر شود بي بيرفورمد لا وين الجمله اللي كنت اقراكم اياها هيها هاي ريزلت انا بدها يومين تقريبا should be performed after all negative rat test. اذا مش كل واحد عمال عبطل بعمل كلتشر عمال عبطل لازم اعمل الرابيد تيست. اذا طلع بوزيتيف خلص ريحني طلع نيجاتيف عاد بده يغلبني بدي اضطر اعمل كلتشر عشان اعمل اتاكد هل هي موجوده بكتيريا ولا مش موجوده. هاي الكلتشر هاي سنسيتيفيتي وهاي سبيسيفيسيتي confirms a negative rat test بس ما بعملها من البداية لأنها بتطول بدها يومين لتطلع نتيجتها.